أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في
Thank you.
قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا أو أخطأنا.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل
صدق الله تلاوة قرآنية مباركة تلا على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمد عبد العزيز سعيد القارئ والمقيم بمركز مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، وقد أذيعت لكم عبر الأندية الصوتية والأنوار الكهربائية وولا مخازن الفراش الكبرى التي كانت ركبت محلات ومخازن هاني كمان المقيم بهذه البلدة العامرة. أما السادة المعزين شكر الله سعيكم جميعا.